يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 19 الصغرى 10، الإسكندرية 19-11، مطروح 18-10، بورسعيد 20-11، الإسماعيلية 20-9، السويس 19-10، العريش 20-10، طابة 19-11، شرم الشيخ 22-13، الغردقة 22-12. أما الأقصر فالعظمى فيها 21 الصغرى 8، أسوان 22-9، الوادي الجديد 20-6، شلاتين 23-14، وأخيرا حلايب 22-14. ونستعرض معكم الآن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.